هذا وقد واصلت إدارة شؤون الانتخابات استقبال طلبات المترشحين لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الدائرة الثالثة. سادس أيام الترشح شهد تسجيل أول عنصر نسائي ضمن المتقدمين لهذا اليوم، والبالغ عددهم 5 مترشحين ليصبح إجمالي المتقدمين حتى الآن 35 مترشحا. اليوم السادس للانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة شهد ترشح 4 والظهور الأول للعنصر النسائي. اليوم السادس شهد أيضا زيارة تفقدية من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، متجولا في إدارة شؤون الانتخابات ومتابعا سير عملية التسجيل للمرشحين. ندعو الأخوان المرشحين، مهم جدا أن يكون على علم بالإجراءات اللي يجب أن تتخذ في استكمال موضوع الترشيح، لأن هناك في بعض الأشخاص يعني لم يذهب إلى المخبر، لأن مثل ما أنتم عارفين بأن طلب الترشيح يبدأ من إدارة انتخابات من خلال تسجيل طلب الترشيح ودفع الرسوم المقررة، ومن ثم الانتقال إلى مخفر المخصص في الدائرة وهو مخفر شرطة كيفان. وعن الأمور الأمنية الجاهزة بالكامل لهذه الانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة في سباق البحث عن المقعد الذي أعلن خلوه، فجميع الترتيبات والتجهيزات من لجان وغيرها جاهزة ليوم الانتخاب والذي سيكون في 20 فبراير المقبل. اللجان طبعا هم 84 لجنة مقسمة ما بين الذكور والإناث، 45 إناث و 39 ذكور، موزعة على 20 مدرسة، 10 إناث و 10 ذكور في الدائرة الانتخابية الثالثة. بذلك يصل العدد مع نهاية اليوم السادس 35 مرشحا، بينهم مرشحة واحدة، والمتبقي لإقفال باب الترشح 4 أيام فقط. لليوم السادس على التوالي تواصل إدارة شؤون الانتخابات استقبال المرشحين لهذه الانتخابات التكميلية عن الدائرة الثالثة، ويلاحظ من خلال هذا اليوم تسجيل أول مرشحة من العنصر النسائي. رادي الشمري من أمام إدارة شؤون الانتخابات لتلفزيون دولة الكويت.